السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله بهذا اليوم الحلو الجميل والشمس. اليوم عندنا موضوع جدا مهم. اليوم أريد أتكلمكم عن وزير اللاجئين والهجرة الكريمة اسمه منى. طلع قانون جديد، قانون إن شاء الله الجميع يستفاد. بس إحنا قبل ما نحكي بالقانون أو شنو هو، لازم نشرح الموضوع شنو. بس قبل هذا لا تنسى الاشتراك بالقناة، مهم تشترك بالقناة واضغط لايك، لأن أنا دائما أتكلم عن المواضيع الجديدة والمباشرة، ما أخذ وأداو، لا أنا عندي الأخبار، أنا أروح منطقة الأخبار وأجيب الأخبار لكم. المهم بعد ما تضغط اللايك، اللاجئين في كندا، اكو لاجئين جايين لكندا، دخلوا عن طريق المطار وسلموا نفسهم وطلبوا لجوء، اكو لاجئين دخلوا عن طريق امريكا، وكل هذا انا متكلم عليه حاجه. هذول اللاجئين الغير شرعيين طالبين اللجوء في كندا، عايشين في كندا، ما عندهم اوراق، بس عندهم الحكومه الكنديه تصرف عليهم، تصرف على صحتهم، تصرف على أكلهم، على شربهم، على مصروفهم، على أطفالهم. هذا الكلام يعني بالاتجاه المعاكس، أكو كنديين دي يسافرون الأمريكا، يعني كل شخص عنده جنسية كندية أخذ جوازه وطال لأمريكا. ليش يروح لأمريكا؟ لعدة أسباب. السبب الأول مو لأن أمريكا أأمن من كندا، لا، لأن الدولار الأمريكي أقوى من الدولار الكندي، يعني الدولار الأمريكي ضعف الدولار الكندي، فلهذا هو عنده ميزة إنه إذا يشتغل بالدولار الأمريكي يصير ضعف الدولار الكندي، يحصل فلوس. الشغلة الثانية والمهمة إنه كل جواز جنسية أو جواز كندي أنت تملك، أنا أملك جواز كندي، إذا أروح لأمريكا لا مطلوب مني فيزا، لا مطلوب مني أوراق إقامة، لا مطلوب، كل شيء مطلوب مني أروح أقعد في أمريكا كأني ساكن في كندا، أروح أشتري سيارة وأفتح حساب بنك وأشتري بيت وأشتغل وأفتح مشروع عادي، محاسبتي كمحاسبة مواطن أمريكي، والأمريكي إذا يجي لكندا هيجي يتحاسب بهاي الطريقة. يعني إنه الأيد العام وأهل الشهادات العايشين داخل كندا يطلعون من كندا يروحون الأمريكا حتى يشتغلون ويجيبون فلوس، مثل ما أنت حلمك توصل لدبي حتى تأخذ فلوس. شنو صارت المشكلة؟ المشكلة هنا أنه كندا صارت تفقد الأيد العاملة، صارت تفقد الشهادات، يعني أكثر نسبة هجرة من الكنديين هاي السنة وصلوا الأمريكا. وفي اتجاه الثاني عندها اللاجئين دي يصرفون عليهم، مدى يقوون الاقتصاد الكندي ولا دي يساعدون الاقتصاد الكندي، بالعكس الحكومة جاي تصرف عليه. ولهذا ايش قرر ملا وزير اللاجئين والهجرة كالآتي، قال كل شخص لاجئ داخل كندا طالب اللجوء الكندي احنا نسوي له، ننطيه ورقة عمل وبعدين ننطيه إقامة دائمية في كندا. يعني مثلا شخص يريد يشتغل، راح هو طالب لاجئ غير شرعي مقدم على طلب اللجوء في الحكومة، عند الحكومة الكندية في القضاء، قالهم أني أريد أشتغل، راح ينطوه ورقة عمل، هاي الورقة عمل مدتها سنة، شو يسوي؟ يشتغل بيها، يعني يقدر يشتغل بالأبيض، يفتح حساب بنكي، يشتري سيارة، يأجر شقة، يدفع تليفونه، كذا كذا كذا. يعني هو شو راح يسوي؟ راح يستفاد الاقتصاد من الاقتصاد الكندي، لأن الحكومة الكندية تتفهم عليه ما راح تدفع عليه فلوس، بالعكس هو راح يشتغل وراح يدفع ضريبة وراح ينطي للحكومة الكندية. بس هاي الورقة لمدة سنة، بعد السنة إذا ثبت إنه هو رجل يخدم المجتمع واندمج بالمجتمع الكندي ينطوه إقامة دائمة. أكو ناس أو أشخاص من اللاجئين ما يقول لك أنا ما أريد أشتغل، أنا أريد أكمل بالقضية طلب اللجوء مالتي. وأكو أشخاص وافقوا
على هذا النظام انه يقبل بورقة الامم يقبل بورقة العمل اللي تخوله يقدر يشتغل ويعيش ويستقر بحياته وبعدين ياخذ اقامة. بس طلب اللجوء مالته يلغي، يعني اكو ناس تخاف ما تفتهم شنو الموضوع. يعني اني مثلا انا مطالب لجوء، انا عندي اقامة دائمية في كندا، انا مو لاجئ. مثلا هذا الشخص لاجئ بس عنده اقامة دائمية في كندا، الاثنين ما يختلفون عن بعض، فقط يختلف عن كيفية او طريقة دخوله الى كندا. فاكو ناس رفضت هذا الطلب، قالت لا انا اريد اكمل بمسار طلب اللجوء الى كندا. طبعا القرار تنفذ انه كل شخص طالب لجوء طلب دخل عن طريق المطار كندا او عن طريق اي حدود بوردنج دخل الى كندا وطلب اللجوء يقدرون يسووا له هاي الورقة، او هو يطلب انه انا ما اريد اعيش على المجتمع الكندي او الحكومة الكندية، انطوني انطوني ورقة عمل اقعد اشتغل بيها، انتو تستفادون واني استفاد. واكثر من 30 منظمة حكومية وغير حكومية اهلية عالمية داخل كندا وقفت او ايدت وزير ملا من طلع هذا القانون وهذا الشروع. ليش؟ ليسد الفجوة ما بين الحكومة، العفو، ما بين المهاجرين الكنديين إلى أمريكا وما بين السد، يعني المهاجرين اللاجئين الجايين بهم مهندسين بهم أطباء بهم أيدي عاملة بهم مهن. فقال إحنا ليش ما نستفاد منهم ويشتغلون ويانا أحسن ما إحنا نصرف عليهم ونمشي أمور. طبعا هذا القرار من القرارات الجيدة للمرأة أو للحكومة الكندية. ليش؟ أول شيء هي تقول أنا ما أريد لاجئين، بس هي بنفس الوقت تحفز دخول اللاجئين إلى كندا حتى يشتغلون حتى يزيدون من اقتصاد كندا. لأن اللاجئ من يجي إلى كندا راح يشتغل، راح الحكومة تستفاد منه، هو راح يستفاد بالأمان بالراحة النفسية بتأمين المعيشة، وثاني شغلة الحكومة الكندية همينة تستفاد منه. سؤالك حاليا، هل الحدود الأمريكية الكندية مفتوحة؟ نعم مفتوحة. هل أنا البارح زاني واحد شخص سؤال اللجوء بعد موجود في كندا؟ راح أقول لك اللجوء بعد مفتوح في كندا 100%. على اي طريقة تريد تجي اللجوء مفتوح 100%. اتمنى هذا الخبر الجميل الملار وزير قاله انه راح ننطي للاجئين الغير شرعيين المقدمين على طلب لجوء في كندا اقامات دائمية وذلك للعمل داخل كندا والاستقرار بها بدون طلب اللجوء. لا تنسى ولا تنسى ولا تنسى اضغط لايك واشترك بالقناة، وحياكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.